بدعوة من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في ندوة التعليم والتطرف والإرهاب التي عقدها المركز في دولة الإمارات الشقيقة. وقدم الوزير عرضا حول ما تعرضت له المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين من إرهاب ممنهج وأعمال تخريبية منذ العام 2011 استهدفت المسيرة التعليمية واستغلال الطلبة وزجهم في الأحداث وأعمال العنف وما لحق بهذه المؤسسات من أضرار عديدة جراء ذلك. كما أوضح الوزير أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم من معالجات تربوية لمواجهة آثار هذه الاعتداءات ومن أبرزها استحداث مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان. وأشار العرض إلى ما ناله هذا المشروع من إشادة وثناء من قبل الخبراء الدوليين والمختصين بعد عرضه في مقر منظمة اليونسكو وفي مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، مشيرا النعيمي إلى أن الوزارة ستقوم بتعميمه اعتبارا من العام الدراسي الجديد على المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية. من جانب آخر، تضمن العرض نبذة حول المسيرة التعليمية في مملكة البحرين والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد. لقد شاركت وزارة التربية والتعليم في هذه الندوة بورقة عمل وضحت جهود وزارة التربية والتعليم في التعامل مع الأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين، وكيف استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تواجه هذه الأمور وانعكاساتها على التعليم من خلال مشروع تعليمي متطور وهو المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان. هذا المشروع له بعد حقوقي وبعد تربوي، وكيف نجحت الوزارة في هذا المشروع في المرحلة التجريبية والتي أتت نتائجها ولله الحمد طيبة. وهذه النتائج التي تم عرضها في اليونسكو وفي أيضا في جنيف وأيضا تم تقييمها من قبل مختصين دفعت وزارة التربية والتعليم إلى تعميم هذا المشروع على المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية. نحن ننظر إلى التعليم بأنه عنصر أساسي في بناء الأجيال وتأهيلهم للمستقبل ومتطلبات سوق العمل، ولكن أيضا تأهيلهم بمفاهيم وقيم تؤكد على التسامح والتعايش والمحبة، وهذه أمور ليست قريبة على المجتمع البحريني. فمملكة البحرين متأصلة فيها هذه القيم السامية، وهنا دور التعليم كيف يستطيع أن ينقل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية تنعكس بالخير. تنظيم مثل هذه الندوات مهم جدا حقيقة. اليوم نحن نتكلم على موضوع الإرهاب والتعليم، وهذا الأمر حقيقة اكتشفنا أن هناك يعني عمل منظم من الجماعات الإرهابية والجماعات التخريبية للتأثير على الطلبة في المدارس والوصول إليهم، فضلا عن استغلال المدارس وقت الأزمات، وهذا ما شاهدناه حقيقة في التجربة البحرينية التي استعرضها معالي وزير التربية والتعليم البحريني عندما أشار كيف أن الإرهابيين دخلوا المدارس، خربوا المدارس، أخرجوا الطلبة كي يعني يخرجوا في هذه المظاهرات والأعمال التخريبية. لذلك أنا أعتقد اليوم الوعي ووجود مناهج تربوية تتواكب مع المرحلة التي نعيش فيها مهم جدا، مهم جدا أن اليوم الطالب يعرف التحديات التي تمر في دولته، يعرف كيف يتعامل مع أوقات الأزمات، يعرف كيف يتعامل مع الأفكار المتطرفة. كل هذه الأمور مهمة، تسليط الضوء عليها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم بتنظيم هذه الندوة وبمشاركة وزير التربية والتعليم في الإمارات ومن البحرين ومن مصر وغيرهم من الأكاديميين. أنا أعتقد هذا مهم، يثري الحوار، ونحن بحاجة حقيقة لاستمرار مثل هذه الندوات وعدم انقطاعها.